فرحة الفنان أحمد زاهر اليوم فرحة كبيرة جدا، قراية فتحة ليلى بنته وكتب وقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم بحمد الله قراية فتحة بنتي ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال. كل الأمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلبي بابا وروح قلبي ليلى، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين يا رب. كما أعلن الفنان هشام جمال خبر خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وذلك من خلال نشر صورة لقراية الفاتحة على حسابه الشخصي على تطبيق انستغرام. أثارت هذه الأخبار سعادة كبيرة وتفاعلا واسعا بين جمهور الفنانين، والذين تمنوا لهما حياة مليئة بالسعادة والنجاح والحب. نتمنى لهما حياة سعيدة. ليلى وهشام قالوا: الحمد لله 2024 بداية خير وسعادة علينا. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا جدا. نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير.